أهلاً أستاذ جورج. أهلاً بك. أستاذ جورج، أود أن أبدأ يعني من نقطة أخيرة إشكالية، وأنت يعني في معظم ما تكتبه إشكالي. أود أن نبدأ بفندق بارون بحلب. ما القصة؟ القصة بفندق بارون تعود إلى 2009 تقريباً، بعلاقتي مع أرمين مظلوميان الله يرحمه. بالواقع كنا عم نعمل خطوة لكتابة مذكراته بالاتفاق معه. مرة طلعنا صورنا لقناة الجزيرة تقرير عنه، فتم الاتفاق أنه هي الذاكرة الجميلة أنه تتوثق بكتاب فندق بارون. وبلشنا نعمل على سلسلة زيارات إلى أن لل2011 طبعا وثقنا القسم الأكبر أو أنهينا المذكرات عمليا، بس لسه أنا لسه مسودات ما اشتغلت عليها. هي مذكراته لأرمين مظلوميان، الأب أم لا أرمين اللي آخر الورثي. آخر الورثي آخر. وهو حكى لي قصة الفندق ودوناها وأخذت الصور منه. بتفاجأ وقتها، كان بالفترة الأخيرة أنا قبل ما أطلع من سوريا بال2011 كان أرمين كل ما إجا لسوريا كتير يكون كل ما إجا لدمشق للقاء وزير السياحة أغا القلعة كان كثير يكون متضايق وكثير. فيطلع من اللقاء قال له أنا شو القصة، يقول بدهم الفندق، بدهم المكان، بدهم مكان. هلا واضحة القصة كانت إنه يعني أغا القلعة كلنا بنعرف الخلفيات بسوريا، فواضح كان إنه رامي مخلوف بيحب، كان رايد يستولي على بأي ثمن. آخر فترة طبعا أرمين الله يرحمه كان على معلوماتي، أنا ما تواصلت معه بال2011، كان يعني من أواخر الاحتكاكات كانت معه، ما عاد سمعت أخباره إلى أن توفى الله يرحمه. مريض، كان مرضه كتير قوي. وطبعا الفندق بنعرف كيف كانت. ما في ورثة لأرمين؟ هلا أنا معلوماتي ما كان له ورثة. فيما بعد ذكروا أنه في سيدة صديقته انه كتب لها كل شيء باسمها، ويبدو خضعت للضغوط. يعني ما بقدر انا احكي على لسان العالم انه، بس نيته بالبيع بيع الان الفندق لمجموعه رامي مخلوف. واضح انه الخطوات. انا استاذ جورج، لماذا لم تنشر المذكرات انت حتى الان؟ هي خلينا نقول ظرف اللجوء. انا اجمالا وضع اللجوء اثر كثير على شغلي بالكتابة، فخليني أقول إنه هجرني الوحي مثلا، لأنه كتير وضع الإلهام ما يعني الكم اللي كنت أكتب فيه نشيط يعني كتير. فهلأ بهاي فترة السنوات الخمسة الأخيرة كانت يعني آخر كتاب كان هندسة الفتن. ما عم حس حالي انه عم بقدر اعطي شيء، يعني عندي مخطوطات اللجوء. عندي اربع مخطوطات جاهزين للنشر ومواعيد مع دور النشر. كتاب اساطير الخصب في حياة العرب، كان في اتصال مع دار الساقي حوله كمان، وفي يعني في شغل مسبق عليه للكتاب. للاسف ما عم يكون عندي المزاج لانهيه. الكتاب جاهز تقريبا بس ما عم بقدر انهيه. عندي كتاب عن معجم لغة الطفولة، لغة الأطفال اللي بيحكوها نغغي وبابا وماما وهي نني. عملت لهم معجم لغوي فيه طريف. هذا فيه كم معلومات هائل، يعني لدرجة أنه وصلت فيه كيف طلعت كلمة بابا، ليش بنسميه بابا ما بنسميه أي شيء تاني، ماما، أنه هي اللغة الأولى. أنا بسميها هي اللغة الأولى للبشر. كانت لغة محكية نسيت وصارت في إطار الألعاب مع الطفل، ولكن هي لغة كاملة كل الناس بتحكيها مع أي طفل بالعالم، بتوصلها لنتيجة أنت وبتفهم على الطفل. عملت له معجم طلع معي بحدود ال 73 كلمة يستخدمها الأطفال قبل عمر السنة أو لعمر السنة وشهر تقريبا. 72 كلمة أساسية تشمل هدول الكلمات كل المحيط تبع الطفل من أمه وأبوه إلى آخره. في عندي كتاب بارون، مذكرات آخر البارونات. آخر البارونات سميت آخر البارونات لأنه هو كان آخر الورثة عملياً. فبتمنى أنه نقدر يعني أقدر أشتغل على هيك، نعم، أنه أنهي هدول الكتب لأنه كمان في مخطوطات بدها شغل. موضوع فندق بارون موضوع أردت أن أثيره لأنه بالفعل كان مسألة رأي عام في عند السوريين، ذاكرة سوريا. نعم. فندق بارون شهد مفاصل تاريخية عالمية، يعني من حروب، من رجالات سياسة، من رجالات أدب، من جواسيس، من فندق ذاكرة تاريخية. أجاتا كريستي أقامت به، أجاتا كريستي، لورنس العرب، كل رؤساء العالم أو أغلب زاروه عربا وأجانب، ملوك. هذا الفندق مفروض يكون متحف. يعني ما معقول أنا أجي استثمر كل شيء بالبلد، اي شيء ممكن يعني حتى طيب اوكي استثمار المصارف الصحيه، القمم، اي شيء بتستثمر. طيب فندق هذا مثل هيك قيمه تاريخي بدك تستثمره، اعمله متحف. هذا المفروض يكون برعايه وزاره السياحه، برعايه وزاره الثقافه، اي شيء يكون يعني يكون ذاكره وينحطوا هالصور موجوده. انا بظن انه موجود الصور، الغرف موجوده. انت بهولندا اليوم اي متحف شخصي هون اللي نحن فيه هلا، يعني اي مكان ممكن يكون متحف، بتجيب له ناس، بيعمل ذاكره للمكان، ذاكره للشخص. نحن مباشره بدنا نطلع بابراج وبدنا نستثمر ومصاري. يعني هل هذا جزء من هندسه الفتن؟ يعني ازمه سوريا اذا ما انت شايفه من 2006 ما بتقدر تحكي عنها بال2011 او تطلع تحلل عنها بال2012. نظام مترسخ متجذر، يعني حتى كان أقرب المقربين للنظام بال2006. أنا عملت تحقيق كان مع الدكتور الياس نجمة لبورصات وأسواق بال2007 أو 2006 ما أتذكر. هو بعضمة لسانه قال لي الناس ستخرج ثورة ردا على أزمة المازوت والبنزين ومستوى الفقر بعد تقرير البنك الدولي عن انحدار مستوى الفقر. كان في بداية سوريا فكرة بونات المازوت بهداك الوقت. كان في قراءة للواقع، وكان حتى في يعني كتبت مقال كنت بسوريا نيوز، كتبنا هل سوريا تحتاج إلى ثورة؟ تخيل بسوريا، هذا مقالات كانت تكتب. فالواقع بسوريا كان فعلا يعني النظام كان يريد ثورة لأنه الواقع اللي كان بسوريا كان من الركود، أنه الناس اختنقت. الموضوع اللي كان بسوريا هو موضوع، يعني أنا قلت لك أنه النظام البعث هو نظام أزمات، دائما بده أزمة. أنت لتضل الشعب بحاجة، دائما لازم يخلق له أزمة مازوت، أزمة فساد، أزمة الطاقة، أي أزمة بتعمل بسوريا وبيقعدوا بيشتغلوا فيها الوزراء. ودائما بيكون مثلا الوزير المعني هو الكبش الفداء علم أو رئيس الحكومة السقف تبع سوريا. يعني بالتعميمات اللي كانت تطلع بال2008 2009 انه اوكي معكم لعند مستوى رئيس وزراء هذا الخط الاحمر، خميسي بيتحمل مسؤوليه الكهرباء، فلان بيتحمل مسؤوليه النقل دائما، وعلما انه هي ازمه نظام يعيش عليها. دائما الشعب لازم يكون بحاجه انه تكون مرتاح. بدك تفكر مثل اوروبا، انت اليوم الشعب الاوروبي مرتاح فبيطلع بيحكي بالسياسه، انت ممنوع تحكي بالسياسه عمليا. طيب نرجع على هندسه الفتن. كيف هندسه الفتن في سوريا؟ هندسة الفتن بسوريا هو كتاب انطلقت فيه من مقدمة انه بال30ات، وقت اللي دائما كان الصراع ما بين لازم يكون بالحكم. انا برأيي، انا عم بحكي رأيي، المخابرات البريطانية هندست لهذا الموضوع. دائما لازم يكون في عندك متطرف اسلامي اللي بلشت بالأخوان المسلمين ودكتاتور. بعد ال30ات وقت اللي انخلق تنظيم الأخوان المسلمين وبلشت ثورة دكتاتوريات العرب بال50ات، وطلع جمال عبد الناصر وما لحقوا من صدام حسين القذافي، خلقوا الضد. فبدهم يطلعوا له الضد النوعي ليضل يحكم، فخلقوا له البعبع الإسلامي. تاريخ عبد الناصر وعدو خارجي إسرائيل، هذا بالحكي من حاربه، وعدو داخل اللي هو الشعب اللي هو بيكون له تيارات دينية مختلفة، وهي طلع منه بعبع. هذا البعبع هو اللي بدنا نواجهه. كأنك يعني هون مثل الذين يؤمنون في المؤامرة. إنه هي ما أنا مؤامرة، هي واقع. يعني طيب. أنت من تاريخ ال30ات لليوم أنت أعطيني طيب اليوم دكتاتور طيب. وأخونجي. طيب خلينا نتناقش بهذا الموضوع لكن بعد الفاصل. أطلقت حرب النظام على الشعب السوري جملة من المشكلات الدفينة التي انفجرت دفعة واحدة، وعلى رأسها المشكلة الطائفية. فمنذ الأيام الأولى للثورة السورية بدأ مسؤولو النظام يلوحون بهذه المشكلة مهددين العالم بها، وبأن سقوط النظام سيخلق مشكلات كبرى لن يدفع النظام وحده ثمنها بل العالم بأسره. سعت اللجان الشعبية التي شكلها النظام إلى القضاء على الثورة، وساهمت بعدها قوة الدفاع الوطني لتأجيج المشاعر الطائفية مدعومة من الميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله اللبناني، إذ وصم الثوار بأنهم سلفيون ووهابيون، ووصف ما يجري في سوريا بأنه حرب دينية. وقدمت التنظيمات السلفية الجهادية التي قاتلت الجيش السوري الحر وحلت مكانه في كثير من المناطق المحررة أكبر خدمة للنظام وأعوانه لتشويه وجه الثورة السورية التي بدأت وسائل الإعلام العالمية تسوقها على أنها تمرد طائفي. طال أمد الحرب السورية وظهرت مشكلات جديدة كان من أبرز عناوينها قضية اللاجئين في أوروبا، وتزامن معها أو لحق بها حالة عودة مقاتلين أوروبيين منتمين لتنظيم الدولة إلى بلادهم بعد هزيمة التنظيم، أدى ذلك إلى خلق مشكلة أمنية في تلك الدول انعكس تأثيرها على الخريطة الحزبية في الغرب وصعود اليمين المتطرف في بعض دوله، فتراجعت المعايير الغربية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية لتتقدم بدلا عنها مظاهر العنصرية، وانكفأ الاتحاد الأوروبي على نفسه، وتصاعد التدخل الروسي في الشؤون الداخلية لبعض دوله المؤثرة، فخلقت أزمات جديدة داخله هددت بانهياره. وهنا يمكن أن نجازف بالقول أن حرب نظام الأسد على الشعب السوري قد أطلقت شرارة البدء لمشكلات محلية وإقليمية وعالمية أيضا. أستاذ جورج، دكتاتور مقابل حركات إسلامية، صح؟ نعم. هي هندسة اللي كان الأخوان المسلمين. هي هندسة غربية؟ طبعا. مستقاة من الواقع أم لا؟ مو مستقاة، أنت كنت ببلاد كان الاستعمار الفرنسي والبريطاني، أنت اليوم فوت على المكتبات بيفرجوا عنا الوثائق المخابرات البريطانية ولا المخابرات الفرنسية بيعرفونا أكثر ما نعرف حالنا، بيعرفوا العائلات، بيعرفوا كل عائلة بشو بتتخصص، بيعرفوا تاريخ العائلة. اليوم أنت وقت اللي بتقرأ عن الأسر السورية من عام 1850 أو 1801 أو هدول الكتب اللي طلعت عن أسر دمشق، أعيان وأعيان، بتلاقي المراجع أغلبها هي عند بأوروبا موجودة، مو عنا موجودة. نحن عنا بيكون أكبر شخص بالعائلة قيل عن قال، هنيك في وثائق. هن بيعرفوا هي التفاصيل، فبيعرفوا طبيعة هي المجتمعات. أنت لتخلق لهذا النظام بالبعبع تبعه ليحكم، هذا النظام بده يخلق بعبع، هذا البعبع هو اللي كان بصيغة الإخوان، واللي اليوم أكبر دليل له بثورات الربيع العربي، إن كان بمصر ولا بليبيا ولا هي، دائما خلقوا لك إنه الدكتاتور في عنده عدو إسلامي عم يواجهه. هذا الخطر هو الخطر على المجتمع. طيب أنت خلال حكمك شو عملت له لحتى ما يكون بهذا التطرف؟ أنت فتحت مدارس تعليم قرآن أكثر من ما تفتح مدارس لتعليم الناس. أنت اللي خليت هدول الناس ينحوا نحو التطرف، واللي كنت تبعتهم بباصات إلى العراق. أنا عم بحكي عن النظام السوري. نعم. هذا اللي أنت ممهد لهالحالة هي. طيب أنت شو بتتوقع الناس؟ تطلع تمسك ورود؟ وشعب جائع. يعني أنت اليوم بالحركات اللي صارت بسوريا، خلينا نحكي بالعموم ما بفوت بالتفاصيل، الشباب اللي دخلت للتنظيمات الجهادية اللي هي بالعشرات بل بالمئات، هي كلياتها مساكين كان بده يأمن قوته، عم يجوع، عم بيعطوه $100 أو $200 لحتى يعيش. هذا لو كان مانو بحاجة بفوت على هيك تنظيمات؟ وليش صاروا يبدلوا لواءاتهم؟ بعدين أنت فتت على عصابات الشبيحة بكل الأطراف، صار في غنائم وصار في هذا الموضوع. أنت ممهد أساساً البلد، أنت محضره لهيك ثورة، محضر لثورة دمار تروح البلد بما فيه. هندسة الفتن ينطلق من هي النقطة. هو يعني معلش اسمح لي، تفضل. يعني أعتقد أنه النظام ما كان عم يهندس للدمار، كان عم يهندس لشيء أساسي هو البقاء، السيطرة. ولو كان الثمن الدمار، وحتى أكثر من الدمار. يعني واضح الشعار، الأسد أو نحرق البلد، يعني ضل الأسد وحرقوا البلد معا، صح؟ تمام. طيب الآن طائفيا كيف هندسة النظام ذلك؟ دائما في شيء بدنا نعرفه نحن، دائما في شيء بيكون جاهز، يعني بالقوالب وقت اللي أنت بدك تسيطر على دول أو بدك تغير تركيب الدول. اليوم أنت عم تحكي عن العراق بهندسة جديدة، عم تحكي بسوريا بهندسة جديدة، عم تحكي عن مصر بهندسة جديدة، عم تحكي عن الخليج رح تحكي كمان بهندسة جديدة قادمة. بكل الدول هي هندسة الشرق الأوسط اللي بيحكوا عنها. المشكلة أنه كاتبين هذا الكلام من القرن الماضي، بس لا نقرأ ودائما ننظر إلى موضوع المؤامرة. هيك فكرة أنه هل هذا مؤامرة عاق حركة التفكير عند المثقف العربي. أي شغلة بدك تحكيها، أنت من جماعة المؤامرة، طيب أوكي أنا من جماعة المؤامرة خيي، طيب ما عم يصير هذا الشيء. يعني أنا وقت اللي عم أقول لك هاي حركات الإسلامية اللي كانت عم تطلع، طيب سجن صيدنايا ما عندك يا مثال، هندست هي انزال صيدنايا اللي صاروا عملية 2008، طيب أكبر من هيك دليل بدك؟ تركوهم يعملوا سيوف من يعملوا بيان عملي بالسجن صيدنايا، عملوا سيوف من التخوت تبع القضبان. نعم. قضبان أكثر من إنه عملوا هذا البيان، يعني إنه في شيء منطقي كمان لازم أنت تشوفه وقت اللي بدك تحلل. الشرق يحكمه دائما دكتاتور للأسف بالتاريخ هيك، يعني من زمن سرجون الأكادي قضى على. بدنا نرجع لموضوع الآلهة والأصنام وإلى آخره، لكن خلينا بهندسة الفتن. تقول إنه هذا كمان يعني ليس موجه لبلادنا لسوريا يعني بس فقط تقول حتى في أوروبا. بالضبط. والعلاقة حتى ربطت اللجوء بهذا الموضوع. أنا ما ربطت اللجوء باللاجئين، أنا ربطته بالهجرة المعاكسة. يعني أنت هجرة اللاجئين اللي طلعت قابل هجرة أصحاب الدولة، يعني في ناس طلعت من أوروبا، داعش طبعا، داعش وغيرها من التنظيمات اللي صارت بسوريا، يعني طلع بالطيران يطلعوا طبيعي وآلاف مؤلفة تطلع وتروح على الآن بدأوا يعودون. أنا هذا الحكي كاتبه إنه انتظروا العودة، هذا الحكي بال2015 أو 2000 يعني من 3 سنوات، إنه انتظروا العودة بكرة هدول الذئاب المنفردة شو بدك تعمل فيه؟ هذا رجل الآن عم مثلا بهولندا الآن عم بيعطوهم إرشاد سقط نفسي وإلى آخره. انت اليوم ما بيمشي الحال، يعني ما بعرف انت يعني الموضوع بتحسه فيه من ما بعرف كيف بدي اسمي لك، يعني انت بالاساس ما انك عرفان هذا راح يرجع او اللي راح يرجع منه شو بدك تعمل فيه. انت ما انك جوازك السفر انت في عليه شفره، هي الشفره وين من تكو بتعرف انت وين رايح هذا الزلمه. غير هيك انت عندك كمان المخابرات الاوروبيه لا تستهين فيها. خليني احكي بالمؤامره، بيعرفوا كل واحد شو عم يعمل، يعني موبايلك بهولندا مثلا في عندك حتى الاي بي تبع المنزل تبعك مراقب، يعني الطالع والوارد كل شيء مبين معك. بيقول لك انه والله تعارفوا عن بعض عن طريق السكايب او عن طريق الفيسبوك، ما يعني كيف؟ ووقت اللي بيحققوا مع واحد بالتحقيقات بيجي بيقول لك انه والله اتصلنا عن طريق الفيسبوك. فيسبوك في عنده الكلمات المفتاحيه هي، اذا بتقول داعش بيطلع عندك. هي الهجره المعاكسه اللي صارت، نحن هجره اللاجئين قابل هجرة معاكسة. هذا الصدام اللي أنا متوقع يصير ما بين اليمين المتطرف الأوروبي واليمين المتطرف الإسلامي اللي أنت جايبهم هلأ من بلادنا، اللي هني قعدوا بدولة الخلافة أو اللي أنت هلأ بدك ترجعهم. يعني هو بده يصير مثل موضوع الأفغان العرب. بالضبط. ممكن يعني الأوروبيين السوريون أو هكذا اللي يعني بده يصير هلأ. والمشكلة أنه اللي رجعوا بدهم يرجعوا ما سوريين، يعني أوروبيين أو من عاشوا بأوروبا، أوروبيين من أصول عربية أو إسلامية، أصول عربية، ولا هو ولد هون وأكل هون وشرب هون وتربى بمدارسك أنت كمان هذا ما بتقدر تعالجه. خلينا نحكي مؤامرة. طيب خلينا نرجع بعد شوي لموقف الأقليات. بتحب هي ما عندي مشكلة، بس ما عندي كثير أقدم لك فيه، يعني لأنه طيب خلينا نحكي فيه الناحية الشخصية كمان، يعني نحن حديثنا صريح، ما عندي مشكلة. طيب فاصل ونعود إليكم. طيب جورج، قلت قبل الفاصل أنه ما عندك شيء كتير، لكن أنا أود أن أسألك بشكل صريح. يعني أنت مسيحي الديانة بحكم الولادة، لا نريد أن نعمم، لكن موقف الأقليات بشكل عام كانت إلى جانب النظام أليس كذلك؟ ولا سيما منهم المسيحيون. هلا انت الموضوع حسب كيف بدك تشوفه، يعني انت وقت اللي بدك تقول لي المسيحيين كانوا هن اللي ساندوا النظام، طب انا بجي بقول لك انه ما تجار دمشق هن السنه، يعني انه مين الاقوى يعني بالمسانده؟ هل المسيحيين بسوريا ولا تجار شهبندرات تجار سوريا كمان؟ يعني مو اي، يعني الخزان المالي لدمشق التاريخي موجود كان مساند للنظام. وقت اللي انت بدك تحكي عن اقليات وبدك انت تقدم لهم بديل يحميهم او بديل ما يتاجر فيهم، بدك تاسس ل خليني اسمي لك اياها انه لمنظومه تكون قويه قادره على انه هدول الاقليات اللي اشتغلوا على حالهم بهذا البلد واللي بيعتبروا انه وجودهم تاريخي بهذا البلد، المسيحيين الموجودين تاريخيا وغير المسيحيين وغيرهم طبعا. انا انت لانه حددت السؤال عن المسيحيين ان كان بالمدن يعني كان مدخل لطرح الموضوع بالضبط يعني. فهي يعني انه هلا انا بصراحه ما بحب احكي فيه للموضوع، ولكن في دائما انا بقارن بموضوع اين البديل اللي كان يعطي الاطمئنان لهي الاقليات المكونات بالمجتمع السوري بخطابك. يعني انا بدي احكي عن بدايه الثوره السوريه، شو قدمت؟ انه حطيت شخصيتين مسيحيات بالاسم، بينوا مسيحيات، فبينت كان الشعار واضح، الشعب السوري واحد واحد يعني. ايه بالضبط. هلا انت وقت اللي بتحكي عن شعارات شيء وعلى الارض شيء، لانه هي نفس الشعارات انقلبت ضد مطلقيها. يعني مثلا طلعوا مخابرات سوريا عملت شعارات ضد اللي كانوا على التابوت ومدري مين نعم. والى اخره، العلويه على التابوت والمسيحيه لبيروت، يعني بنفس التزامن كان انه بدنا نحن الاقليات تكون معنا. ليه الموضوع الاقليات؟ ان احنا بنحسبه على انه شيء، الموضوع الاقليات موجه للخطاب مع الخارج وجزء من هندسه الفتن، جزء رئيسي من هندسه الفتن انه انت تكون الاقليات. يعني لاحظ السيسي انت بمصر لازم يكون معه الاقباط، بيطلع القداس دائما في شخصيات انت بتحطها لتكرس وجودك بدك تحكي عنهم. اما هل هو بيحترمون؟ ما اقدم يعني معتقل سياسي بتاريخ سوريا هو من هو مسيحي. يعني شيخ المعتقلين يعقوب يمكن لهلا ما اطلق سراحه، ما بعرف اذا اطلق سراحه، فاكثر من معتقل موجودي مسيحيين كانوا بسوريا هن مسيحيه. يعني بتجي بتقول لي انت مع الاقليات، لا مو صحيح هالكلام. الواقع فرض على الاقليات انه يضلوا، يعني في هذا نوع من التواطؤ الضمني، انا لاحمي مصالحي مثل شهبندرات تجار دمشق، انت لتحمي مصالح. اليوم التجار دمشق السنه اللي طلعوا عن النظام راح كل شيء، ويعني بيوتهم معاملهم كل شيء راح. هذا اللي بده يحافظ على ارث العائله وتاريخ العائله، فعمل هذا النوع من التواطؤ الضمني. هلا بتقلي هل هو مع النظام حقيقه ام هو عم يحمي مصالحه؟ هون قاعد بدك تفوت انت باحاديث وتحليل لبنى المجتمع السوري، بدك كتب هي، لانه كل الامور تقرا بهاي الاطار، انه هو معه من جانب. خلينا يعني الماسونيه بسوريا امتى راحت؟ 1982 او ولساتها موجوده لليوم. خلينا نحكي اذا بدك تحكي بمنطق المؤامره، خلينا نشوف كتب ابو لراتب الشلاح زعيم محفل الشرق الماسوني، ولا كتب موجوده عن ماسونيه دمشق اللي كان صدر مؤخرا لسامي مبيض، دكتور سامي مبيض موجود. يعني في معلومات، بس يعني بالكتاب حتى الدكتور سامي مبيض يقول انه هذا يعني جزء من الحراك المحلي والاقليمي تمام. والدولي، وما كان يعني بالضبط. ما كان هي المعاني يعني هي التي يعني الماسونيه في ذلك الوقت تختلف عن الماسونيه، وحتى الماسونيه الان هي انت وقت اللي بتحكي عن نمط ثقافي كان او عاده ثقافيه سموها الماسونيه مثل الهيبز وهدول الشغلات، لا هي ما هيك. في مشروع عندك انت بالماسونيه، كانت حركه ثقافيه ولا كانت برستيج؟ انه انا كان برستيج بالمناسبه مزبوط بالمجتمع السوري بالخمسينات، كان برستيج انه يكون الاسر الكبيره هي ماسونيه صح، ولكن الماسونيه عندها مشروع، هذا المشروع تعمل عليه، ما زبط هلا بيشتغل فيما بعد. انا اليوم بدي اجي اقول لك على المؤامره، لا مو مؤامره بقدر ما هو توافق مصالح موجود. طيب اسمح لي انتقل بالحديث يعني من كتاب هندسة الفتن، وهو منعطف كبير. يعني أنا بشوف أنه جورج اللي كان يهتم بآلهة العرب قبل الإسلام، وكان يهتم بالمرويات الجنسية عند العرب، وكان يهتم بجذور النكتة الحمصية، صار بيهتم بهندسة الفتن والوضع السياسي والطائفي والديموغرافيا، أليس كذلك؟ هو ما يعني أنا مبلش مثلا بال 2006 2005 عمليا، وقت اللي كنت اشتغل بالصحافه كان شغلي بالسياسه والاقتصاد. دائما وقت اللي انت بدك تشتغل، يعني انا كل كتاباتي كانت بسوريا، ما كانت كتابات آلهة العرب ولا مشروع مكتبة الجنس في حياة العرب ولا حتى كتب، كنت اكتب دراسات اقتصادية ودراسات سياسية، يعني كان هو العكس صار اليوم. نعم. رجعت لهذا الميدان كتير كتبت كان كتير السقف عالي اللي كتبت فيه، وكان كتير تحذير بالمقالات اللي كتبتها، ممكن ارجع اطبع منها الاهم بهديك الفترة. موضوع هندسة الفتن هو مجموعة مقالات كتبت بعد 2011. التغيير الديموغرافي بسوريا كان هي دراسة، كان أول من مبدأ لك أول من أوائل من أطلق موضوع التغيير الديموغرافي في سوريا، أنه ما يجري هو تغيير ديموغرافي في سوريا. بال2012 كتبت أنا في دراسة إلى مركز الجزيرة للدراسات سوريا وديموغرافيا ما بعد الثورة، هيك سميتها، ورصدت فيها كيف تغيرت هي التغيرات الديموغرافية اللي عم بتصير بسوريا. أخذتها من حمص لأنه كان مثال واضح بوقته، أو ممكن يقرأ، وأنت من حمص. أنا من حمص، فكان مثال ممكن يقرأ الضيع كيف صارت. اليوم أنت بتشوف فيه هي التفريغ وملأ، تفريغ وملأ في حمص وغير حمص، في حمص وغير حمص. طبعا خلينا نتحدث عن حمص، شو صار بحمص؟ هلأ بحمص خلينا نقول أنه المنعطف كان هي موضوع الخالدية، حي الخالدية، الحصار اللي صار عليه بعد الثورة، بداية الثورة، وقت اللي جمعوا الناس كلهم بالخالدية، وبعدين دخل السلاح. في أكثر مني خبراء بالواقع على الأرض بيعرفوا قديش حجم السلاح اللي دخل على الخالدية، بمعية مين وبالتعاون مع مين، والسماسرة اللي كانت بين كل الأطراف، وكيف تسلحت الخالدية، وكيف أغلقت الأبواب فيما بعد، وبلشت عملية حصار حمص، وبلشت قادمون اللي ضلوا بقارة سنتين ثلاثة قاعدين، الجماعة اللي بدهم يحرروا أهل الخالدية. فموضوع الخالدية كان هو المنعطف، هو اللي عمل حصار حمص القديمة، واللي بلشت عمليات الدمار، وباسمه صار كل عمليات التغير اللي صارت بالأرياف بحمص. وموضوع الخالدية تعرضت هاي المناطق القديمة إلى دمار ما بعده دمار على الأرض. هاي المناطق معروفة، يعني إنه ما بدنا نحكي يعني بالتفاصيل، إنه التوزع الديموغرافي سني يعني موجود، يعني كيف تم تفريغها فيما بعد، وكيف تم الباصات الخضر، واللي بلشت سياسة الباصات الخضر الشهيرة بالثورة السورية، وبعدين كيف تم الانسحاب. معركة قادمون اللي ضلت بقارة سنين ناطرة ليحرروا الناس، طلع الفضائح اللي فيها والأموال اللي سرقت باسم الثورة، وكيف كيف موجودة الفيديوهات على الصدمة اللي كانت بالثوار، انه كيف تاجروا فيهم بالداخل وبالخارج، يعني باللي جوا، الناس اللي طلعت من جوا طلعت على حافة الموت، يعني اللي طلع اساسا طلعوا انصاف موتى. وطبعا غير انا عم بحكي لك عن سكان المدينة كيف كانوا عايشين، كانوا بالجحيم باسم حصار الخالدية. ما انت اللي فتحت، كيف تم عملية تسليح الخالدية، هي تحقيقات تجرى في سوريا بتؤدي لفضائح، في منعطفات بالثورة السورية. يعني هلا عم توجه اتهامات يمين، توزع اتهامات يمين ويسار. طبعا بدي وجه اتهامات أنا يعني انت مالك علاقة، انا متحمل المسؤولية. بس انت اليوم انت امام واقع. اليوم انتهى موضوع انه انت تقعد تحكي وتجامل، ما عاد فيه. وبالمناسبة هذا الكلام عم نحكيه من البدايات، انه انت وقت اللي عم تتطلع اعمل لي التحقيقات، اجري تحقيقات واعطيني النتائج، وقول لي انت كذاب، ما عندي مشكلة. بس بالتواطؤ صار كل شيء، صار بالتواطؤ، في متواطئين من كل الأطراف. ولا طيب بدي ارجع شوي قبل هندسة الفتن، مشروع المرويات الجنسية والكتب الجنسية إشكالي دائما، ويعني يمكن صار في هجوم عليك من وراء أو تمام. كيف بلش المشروع؟ وين وصلت؟ هل توقف المشروع؟ كمان من الأعمال اللي فيها مخطوطات المؤجلة الغير، صدر منه كم؟ 7 كتب اليوم. هو بالبداية كان المشروع أنه كانت فكرة أنه أنا عم دور، كنت على كتاب الكاماسوترا الهندي الشهير كأقدم كتاب لتعليم فنون الجنس، وفيه موضوع الجانب النفسي بكتاب الكاماسوترا لطبيعة المرأة وطبيعة الرجل. يعني إذا الكتاب بيقولوا لك 3000 سنة مثلا قبل الميلاد، وكتب بالقرون اللاحقة، منهم بيقولوا 300 ميلاد، ومنهم بيقولوا 100 قبل الميلاد، عدة أمور، إنه مجهول الكاتب، ومنهم بيحطوا له كاتب إلى آخره، وهو من الكتب القديمة. عن طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. في يعني اكتشافات مبكرة قبل فرويد وقبل المدرسة النفسية، التحليل النفسي بالضبط. كل ما أكتب بيطلع لي جلال الدين السيوطي، جلال الدين السيوطي، كل ما أبحث على الجوجل يطلع لي مين، يعني إنه أنا بعرفه بتفسير الجلالين، نعم، بعرفه شيخ من مشايخ الإسلام الكبار، تفسير القرآن الكريم، نعم بالضبط. بلشت أبحث عن السيوطي، من أغزر من كتب في بين الشيوخ في الإسلام كان السيوطي. جبت المخطوطات والعناوين لحالة، عملت لي 8 كتب، كان له 8 مخطوطات قدرت جيبها من، والثقة انه للسيوطي لانه بتعرف في كان مدفوس. منين جبتها؟ جبتها من مكتبة الأسد، من المكتبة الظاهرية، جبتها من مخطوطات كانت منشورة كمخطوطات، يعني منشورة بدون موثقة من تونس إلى آخره. يعني كتب كلياتها كانت إضافة لما هو منشور وما قيل عن السيوطي. فأنا بدي أتأكد إنه هل هي لإله أول شيء، لأنه العناوين، أنا العناوين ما بنقدر نقولها عناوين صريحة. بلشت فيه وخلصت فيه لثلاث كتب بفن النكاح في تراث شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي، كل أعماله، الفقه، بالشعر، بالأدب، بكل الأعمال. بعدين فتت للموضوع، قلت أنا بدي أشوف ليش الجنس بعبع. ما أخذته بالمفهوم الفيزيائي، أخذته بالمفهوم الفكري عند العرب. عند العرب الموضوع الجنسي موضوع مقدس من اللفظة المحرمة اللي بسميها اللفظة المحرمة التي تنطق والتي كشفت في نقوش ثمود، موجود من أقدم الكلمات وموجودة في كل العالم اللفظة المحرمة. فبلشت أعمل أبحث بهذا الموضوع بالأدب العربي، بالأديان العربية، فت على آلهة العرب. الموضوع ما له علاقة بالموضوع، كان ديانة كانت قائمة قبل الميلاد عند كل الشعوب. العرب جزء من هاي الشعوب، سومر، أكاد، بابل، كانوا جزء من هذا الحراك. دائما كان يعزل العرب عن هذا البعد الحضاري. انه الأديان اليوم وقت اللي بتحكي عن عشتار بالغرب، يا لطيف انه عشتار، طيب ما موجودة العزة عنا، الإلهة العزة، نعم. مين درسها؟ مذكورة باللات والعزة، نعم. اللات الإلهة الأم الكبرى، والعزة الإلهة اليافعة، عشتار عمليا. خلينا انت اليوم وقت اللي بدك تحكي عنهم بالغرب بيحكوا عن عشتار، بيحكوا عن فينوس عند الإغريق إلى آخره، ما حدا بيحكي عن آلهة العرب. ما هي نفس الحراك كان، ليش دائما كانوا معزولين؟ نتابع النقاش شوي حول المرويات أو التراث الجنسي عند العرب، لكن بعد الفاصل. أستاذ جورج، يعني بنشر المرويات أو الكتب التراثية الإسلامية التي تتعلق بالجنس، وأيضا البحث في آلهة العرب قبل الإسلام، هناك من اتهمك بذلك، كأنك يعني تنظر إلى نفس النظرة الاستشراقية إلى هذا الشرق المتهتك الذي لديه حياة موازية هي أهم من الحياة التي تظهر، حياة جنسية فيها الكثير من الفنون. هل توافق؟ هلا اللي ما قرأ الكتب أكيد من العناوين بده يطلق أي حكم. أنا اللي عملته هو العكس، هو ردا على الرواية الاستشراقية. أنا رجعت الموضوع الجنسي عند العرب إلى سياقه. يعني بمعنى أنت اليوم وقت اللي بتلاقيهم عم يحكوا عن العرب، عن الجنس عند العرب، بيجيب لك ألف ليلة وليلة. طيب تراث الجنسي عند العرب كان من إطار التقديس إلى إطار المرويات. يعني أنت وقت اللي جلال الدين السيوطي بيكون عامل هالمؤلفات العظيمة هاي بالتاريخ الجنسي، وهو اللي موثق روايات، موجود توثيقه، وما كان عنده حرج من القصة لأنه أدرج ضمن إطار العلم، بعد عن إطار البعبع أنه هذا تابو لا تحكوا فيه. كان الاعتقاد أنه أنت وقت اللي بتحرر المجتمع بتمنع عنه الشذوذات، بتمنع عنه، بتخلي العلاقات صحيحة بين الرجل والمرأة، وبتعطي للمرأة حقوقها. يعني أنت اليوم وقت اللي أنا بكتب مشروع الجنس في حياة العرب، عندي كتاب اسمه سقيفة حبة. سقيفة حبة كانت أول مدرسة لتعليم فنون الحب بجزيرة العرب، كانت تعلم نساء ورجال المدينة ورجال قريش الجنس، سفينة الحب، يعني سقيفة، إيه سقيفة بالضبط، سقيفة حبة هيك. واسمها حبة، وكانت في قبل الإسلام بفترة قليلة وفي صدر الإسلام، وعاشت من وثقت هاي الشخصية، وثقت بيته وين كان. كانت جريئة وكانت معروفة في المجتمع، وكانت خطابة تعرف المنجبين، يعني هي اللي بتزوج مثلا عائشة بن الطلحة إلى عبد الله بن الزبير، مثلا، إنه يعني هي كانت عينة تعرف يعني هي تحالفات حتى سياسية، طلحة طبعا تحالفات سياسية، ولكن كان هي عندها بالمنطق التحالف السياسي موجود، ولكن كونها كخاطبة هي تعرف المنجبين، يعني عند العرب في طقوس موجودة عند كل الشعوب. بالمناسبة وقت اللي بدك تقول لي إنه الموضوع الجنسي عند العرب إشكال، وإنه شعب إنه أنا إنه هذا هو، لأنه الموضوع صار تابو ولم يكن تابو أساساً. أنا عم رجعه لسياقه، يعني الكتب كلياتها الموجودة هي كتب فيها دراسات، فيها إعادة. بتتذكر كان بالوزارات الثقافة كانوا يعملوا المختار من الأغاني، المختار من أبو حيان توحيدي. شو هو المختار؟ المختار هو عملياً فقط شيء القصص الجنسي، وتنزيل القصص الفكاهي والسياسي والى اخره. طيب. انا رجعت عملت العكس. طيب ايضا كان لديك اهتمام، انا اتذكر يعني اول تقرير لك كان يعني ببرنامج كنت اعده انا، صحيح، كان عن يعني موضوع المتة، شرب المتة، وكان عن شخص سوري تعرض لحادث و يعني أبدع في حياته، هو شاب خلدون سنجاب. وأيضا كنت مهتم بالنكتة الحمصية، تمام، وعملت كتاب، صحيح. و2010 عملت حملة كبيرة لحتى تكون حمص عاصمة للضحك، صحيح. احكي لنا قصة، أنت حمصي، تمام، احكي لنا قصة النكتة الحمصية والحماصنة ودولتهم المستقلة. هو بالضبط هو الموضوع يعني بلش، دائما بقولها انه من ايام الجامعه، يمكن وقت اللي تعرفت عليك بالتلفزيون السوري، وقتها دخلنا على موضوع كان خلدون سنجاب هو المفتاح، نعم. وكان الموضوع انتشر بطريقه، نعم، وانت تابعت حالته حتى وصل الى العلاج، نعم، نعم. لليوم حتى طلع من برا سوريا، يعني. تمام. حاله من الحالات النادره في سوريا بالقدرات البشريه، يعني رجل يحرك العالم بلسانه وينتج بيعمل امتدادات جغرافية له عبر لسانه. شخص من النماذج التي يجب أن توثق بفيلم وثائقي أو بكتاب. يستحق هذا الرجل فعلا، لأنه قصة ملهمة فعلا، صحيح. وقتها بعد ما نزل الموضوع كان برنامج هذا الصباح، نعم. أنا لليوم بالمناسبة بشتغل فيتشرات عن الشخصيات المميزة وعن قصص طريفة. بعدها بلشنا موضوع عن المتة ما انجزناه، بعدين بلشنا بالنكتة الحمصية. كان هو تساؤل انه ليش انا بروح على الجامعه اول ما بقول لك انه اعطيني اخر نكتة حمصية، طيب يا اخي قل لي مرحبا انه جورج من حمص، ايه شو اخر نكتة حمصية؟ طيب مرحبا شو طيب ليش؟ ومشهوره هي انه في جرد اخر السنه مثلا انه يعني انه دائما هي حاضره كانت فبلشت انه ابحث بالجذور. كمان في له بعد ديني كبير، يعني حمص كانت من اهم اللي كان يشهد فيها طقس الجنون، اربعاء جنون. كان هو عمليا هو راس السنه اللي كان بنيسان، كان لازم يكون يوم اربعاء بفتره الفراغ الكوني اللي بيسموها بالديانات القديمه بين 1 نيسان و15 نيسان. هي كانت فتره خواء، فتره النسق، لازمه ترميم. فالناس شو كانت تعمل فيها؟ كانوا يعتبروها هي فترة الفوضى الكونية قبل الفوضى الخلاقة، هي واللي هي نظرية موجودة كانت بالأدب الديني القديم الشرقي. الفوضى الخلاقة كان لازم الامتداد بين الإنسان والطبيعة يكون عبر 15 يوم، في إله أيام لازم تكون انتقال الملك، تنازله عن عرشه، المجرم لازم هو اللي يصير رئيس محكوم بالإعدام، أخطر المجرمين لازم يستلم مكان الملك، بعدين لازم الهرج والمرج يسود، بعدين لازم يرجع الملك يثبت حكمه ويرجع النظام إلى الكون. هذا مأخوذ من خلينا نقول مثل نظرية الانفجار الكبير، إنه انفجار بعدين تنظم الكون، فوضى خلاقة. بحمص كان فيها ديانة الشمس الحمصية، كانت ثاني ديانة شمسية بالعالم بعد الأخناتوني. بحمص كان حتى اسمها، يعني اسم حمص مأخوذ من الشمس، حمص، الحمص هي الشمس في شدتها مثل الحمص اللي بجزيرة العرب. نعم. قبيلة قريش الشهيرة اللي كانت أنا بعتقد فيه كان امتداد بين هذول الاثنين. يوم الأربعاء كان يوم رأس السنة كان يسود فيه. بالمناسبة نحن هلأ كمان بفترة الكرنفال الأوروبي اللي بيتوقف الاحتفالات في يوم الأربعاء القادم، ببلش من الأحد بتبلش الطقوس إلى الأربعاء، لازم يتوقف يوم المرفع. يوم الأربعاء حاضر لليوم حتى بأوروبا، ولازم يكون في هذا الهرج والمرج، وبيسموه كرنفال كولونيا أو كرنفال ليمبورغ أو كرنفال العالم الكاثوليكي. مأخوذ بالحذافير، أنا مصور عندي صور كيف رئيس البلدية بيشلح التوب اللباس الرسمي تبعه وبيلبس زي المهرج، مثل ما كان عندنا بطقوس بابل القديمة كلها موثقة. الأربعاء بحمص المجانين وقت اللي بلشت الأديان الدين الإسلامي يجي لهون ما عاد مقبولة هي المظاهر، فالحماصنة استمروا ببعض الاحتفالات الخمسانات اللي كانت ضمن طقوس الربيع المقدسة، فبينوا انه مجانين، انه شو انتم عم تعملوا، نحن مسلمين ما لنا عم نعبد. فاستمرت هي الطقوس موجودة بحمص ل 1900. أديب الشيشكلي يمكن ألغى خميس المشايخ بحمص بناء على طلب من السباعي مصطفى السباعي مراقب العام للأخوان المسلمين في سوريا، بناء عليه أو هيك بالكتب بالهي أنه ألغى. كان هذا آخر ما ألغي. لليوم في بعض الجماليات، خميس الحلاوات، خميس اللي بيروحوا في خميس الأموات، في أعياد إلى علاقة بالأديان المسيحية والإسلامية. بس بقدر اختصر لك الموضوع كالتالي: هي الأعياد الدينية لم تكن مقبولة بالعهد الإسلامي، واللي بيأكد لك هذا الشيء تضارب الروايات، استمرت عبر تحت هذا الستار يعني واللي بيأكد لك اياه هو المرويات عند الكتاب ابن الجوزي ولا ياقوت الحموي ولا اللي كتبوا عن حمص انه نعم. قالوا هذه البلده مضروبون يضرب بحماقتهم نعم. الجبير الاندلسي كلهم هدول موجودين، وفي منهم يكتبوا بصريح العباره اهالي هذه المدينه يضرب بحماقتهم المثل. ما بيزعلوا الحماصه، ما بيزعلوا، لا بيعرفوا لانه بالفطره بيعرفوا التاريخ طبعا. طيب. بالعكس بيضحكوا يعني انه شوف، موضوع حمص هي فعلا كمدينه متوسطه ومدينه قديمه ومدينه اشكاليه عبر التاريخ. بالمناسبه دائما يعني في احد المستشرقين كتب اهالي هذه المدينه يتعصبون لما يؤمنون به، انه وقت اللي كانوا عبده اله الشمس الحمصي وحكمت حمص روما، قديشنا عظماء وقت اللي حكمنا روما على يد أسرة جوليا دومنا، وقت اللي حكمنا رومنا، لاحظ أنه وقت نعم. اللي حكمنا رومنا، فإنه وقت اللي حكمت أخذ طقوس عبادة الشمس إلى روما، لم تكن مقبولة في لأنه نحى آلهة الأولمب وخلى إله الشمس الحمصي هو الذي المحج الديني، وكان بالمناسبة عبارة عن حجر أسود يطوفون حوله. يعني الموضوع إشكالي كمان. إذا بدك يطرح الدعوة القرمطية والحجر الأسود، في ممكن تلاقي كتير إشكاليات. بعتقد الإشكاليات اللي بحثناها اليوم كافية، ورح تجينا ردود كتير على الحلقة، ومن حق الناس الردود. أكيد. شكرا جورج. شكرا لك. أنا كان لازم أحكي بموضوع أنه لازم يكون في بسوريا مراجعة حقيقية لما جرى على مدى السنوات السابقة. يعني ما حكينا عن موضوع كيف مستقبل الصراع في سوريا، انه راح يكون في بكره صراع بين الايراني والروسي. اكيد هدول الدول ما انا جاي لسواد عيون الشباب انه والله يجوا يخدمون والله يصلحوا لهم الوضع ويروحوا يسافروا.